بسم الله الرحمن الرحيم. بيت الحكمة إنترنت مدرسة представляет. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فشرف لي أن أتشرف بزيارتكم في بلادكم المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في بلادكم وأن يبارك لكم في أوطانكم. أريد فقط نتعرف عليكم إلى أن نبدأ إن شاء الله الدروس كده أسماءكم، يعني أنتم مش كتير، ممكن أحفظكم إن شاء الله. فأنا أخوكم الشيخ أحمد الشريف من مصر، من القاهرة، تخرجت من كلية الشريعة عام 2005 جامعة الأزهر، ودرست على مشايخ مصر ومشايخ الشام ومشايخ باكستان والشيخ الجزيرة العربية والأحساء، إقليم في السعودية الشرق جوار العراق، وأخذت عنهم جميعا الفقه والعقيدة واللغة والمنطق والعلوم الشرعية المختلفة عقلية ونقلية. كذلك الحمد لله رب العالمين، كما هي العادة في الأزهر نحفظ القرآن ونحن أطفال صغار، فختمنا المصحف في السن 10 سنوات، كما كانت هي العادة في الأزهر منذ القديم. يعني كان في القديم الطالب أصلا لا يدرس في مدارس، كان زمان الدراسة في الجامع الأزهر في المسجد. من منكم زار الأزهر؟ كم واحد؟ ما شاء الله كتير، يعني أغلبكم أزهريين. يعني أنا بشبع الشيخ ده تقريبا، أنا شفتك في الأزهر صح؟ رأيتك. نعم، أهلا وسهلا. كانت العادة في الأزهر أن الإنسان لا يدخل للدراسة قبل ختم المصحف، كانوا يختمون القرآن الأول، بس ده قديم شوي، أكثر من 100 سنة، يعني قبل سنة 1905 كانوا يحفظون القرآن أولا ثم يدخلون الأزهر ويحفظون المتون ثم يبدأون الدراسة على المشايخ. استمر هذا النظام تقريبا إلى سنة 98، بس بتعديل، كان الأطفال يحفظونه في الصف السادس الابتدائي، فنحن أدركنا هذا الكلام والحمد لله رب العالمين. طيب، النصيحة الأولى يا مشايخ، النصيحة الأزهرية المعروفة: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. فمتون العقيدة كثيرة، لكن أشهرها وأعظمها وسبب عظمها أنها قد تلقتها الأمة بالقبول عقيدة الطحاوية، ليس عليها خلاف بين أحد من المسلمين، كل المسلمين تلقوا العقيدة الطحاوية بالقبول شرقا وغربا شمالا وجنوبا. فكانت عقيدة الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه هي عقيدة جمهور الأمة، كذلك ثبتت بالتواتر، يعني ثابتة عنه بالتواتر بدون شك، يعني ليس فيها أقوال ثبتت ولا، كبعض كتب الإمام الأشعري، كبعض كتب ابن تيمية أيضا، له بعض الكتب قيل هو قيل لا، لكن الطحاوية ثبتت بالتواتر عن الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه. كذلك هذه العقيدة متصلة السند بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتصالا تاما، لأننا نرويها بالأسانيد المستفيضة الكثيرة إلى الإمام الطحاوي. وكما ستوزع عليكم الآن العقيدة، الطحاوي في حقيقة الأمر لم يؤلف هذه العقيدة من تلقاء نفسه، يعني ليست له، سنقرأ في مقدمتها أنه جمعها من عقيدة الإمام الأعظم وأصحابه. ثم الإمام الأعظم نعرف أنه هو الوحيد التابعي من بين أئمة المسلمين المتبعين، يعني الأئمة المتبعين الذين اشتهروا 4، أبو حنيفة هو الوحيد الذي أدرك الصحابة، فثبت له قطعا
لقاء ثلاثة الصحابة، وقيل تسعة، من ثلاثة إلى تسعة. ونروي عن الإمام أبي حنيفة أحاديات من الأحاديث وثنائيات وثلاثيات بالأسانيد المتصلة إلى الإمام. أحاديات يعني ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا شيخا واحدا، وثنائيات اثنين، وثلاثيات ثلاث. فروى عن علي بن أبي طالب وهو طفل صغير، وقيل لا لم يروي عنه، لكن روى عن أنس بن مالك يقينا وعن غيره من الصحابة. فهذه العقيدة متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما فيها متفق عليه بين الأمة، بين عموم الأمة، بين كل الفرق، بين كل الطوائف إلا من شذ، ومتصلة ليس إلى أبي حنيفة أو إلى الطحاوي، لا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أصلا قبل الفقه كما تعلمون طبعا كان عالما كبيرا في علم التوحيد وعلم الكلام قبل أن يكون فقيها، فتوجه في بداية أمره إلى دراسة علم العقيدة، ثم انتقل بعد ذلك منه إلى الفقه، وأخذ هذا العلم عن التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه العقيدة عقيدة مباركة اهتمت بها الأمة والعلماء، حتى لها شروح كثيرة جدا، يعني ما طبع منه قليل 20-30، لكن هي شروح تجاوز 200 و300 شرح منذ القديم إلى يومنا هذا. يعني أنا دائما أرجح في الدراسة الطريقة القديمة، طريقة المشايخ القديمة في التدريس وفي التلقي، وهي الدراسة بالأسانيد، لأن هذا العلم كما قلنا نور، وهذا النور له أركان وله شروط. علم الشرع الشريف نور وليس معلومات، وهذا فرق كبير. الناس تظن العلم حفظ أو اطلاع أو معرفة معلومات، يعني من عارف مليون معلومة أفضل من من يعرف نصف مليون، أفضل من من يعرف 100,000. لا، في الشرع ما فيش هذا الكلام. في الشرع هذا نور وعمل، علم وعمل. قال مشايخنا ركنه التلقي، ركن العلم الشرعي التلقي وليس الحفظ. الحفظ شرط للإتقان، لكن ركنه التلقي. فقالوا هو نور ينتقل ما بين الصدور، ولذلك قال العلماء لا يجوز أخذ العلم من الكتب قولا واحدا عند المسلمين، لا يجوز أن تأخذ العلم من الكتاب. يعني الكتاب موجود يباع، لكن لا يجوز أن تفتح الكتاب وتقرأ. نعم تقرأ كاطلاع، لكن ليس كتلقي شرعي يجيز لك أن تدرس أو أن تفتي. التدريس والإفتاء له شروط، الشرط الأول أو ركنه التلقي. ولعلكم تعرفون عند الحنفية هناك فرق بين، وعامة عند الأصوليين فرق بين الركن والشرط، صح؟ الركن مكان داخل الشيء، الشرط مكان خارج الشيء. يعني الصلاة لها قيل 4 إلى 6 أركان: القيام، القراءة، الركوع، السجود، القعود الأخير، الخروج بصنعه. هذه أركان الصلاة داخلة في الصلاة، صح؟ الإنسان إذا صلى يقوم، يقرأ، يركع، يسجد. لكن الشروط تكون خارج الصلاة. الطهارة شرط لأنها قبل الصلاة، خارج الصلاة. ستر العورة شرط، إلى آخر ذلك. فركن العلم التلقي، بدون تلقي لا يكون الإنسان تعلم تعلما شرعيا. هذا الأمر الأول. شروطك بقى الحفظ والإتقان. ولذلك المشايخ الذين أخذوا إجازات تجد في نهاية الإجازة أو في بدايتها أجيز فلان ابن فلان وأوصيه بتقوى الله بشرطه. والشرط هو شرط المشايخ في الإجازات الضبط والحفظ. فالحفظ لابد من حفظ العلم بأي وسيلة كانت، ثم ضبط المسائل، يعني لا أحفظه على وجه خاطئ، يعني أحفظه وأفهمه كلاهما. ولذلك أنا يعني الشيخ رميل كان طالب مني قال يا مولانا نريد
محاضرات عامة عن العقيدة. طيب فقلت له اقترحت عليه، قلت له ليه يا مولانا؟ احنا نخليها نستفيد من الوقت ونحقق ركن العلم ونشرح على الطريقة القديمة، وهي هي نفس مواضيع المحاضرات ستشرح في قراءة المتن، وهذا المتن ممكن نقرأه في 10 دقائق سريع يعني، لكن احنا ان شاء الله نشرحه في الأيام القادمة إلى أن ننتهي منه شرحا سريعا أيضا، لأن هذا الكتاب المتن هذا ممكن نشرحه في 10 سنوات ممكن نشرحه في 10 ساعات، فإحنا إن شاء الله نشرحه شرحا سريعا، ولا بد أن نعي أن هذا الشرح لا يكون شرحا وافيا لعلم العقيدة، يعني هو كمدخل مقدمة للعلم فقط، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ونتقبل منا إن شاء الله. شروطه كثيرة لكن أهمها شرطين: التلقي، الحفظ، والفهم، الضبط يعني. منهم من زاد العمل وهو الأولى يعني، طبعا يعني من تعلم شيئا يعمل به، فهذا شرط ثالث لو أردت العمل يكون شرط آخر. ومنهم من شرط التقييد، التقييد يعني الكتابة، وهذا مذهب أحمد، كان أحمد بن حنبل لا يحدث بالحديث حتى يكون فيه يتحقق فيه شرطين: أن يحفظ ويكتب، وعلى ذلك مذهبه في المسند، في مسند أحمد كل حديث في المسند سمعه وكتبه عند سماعه ثم رواه، من قبله كانوا لا يفعلون هذا، كانوا يحفظون فقط دون كتابه.